بمناسبة قطاع الصحة والقوانين ومشروعات القوانين المتعلقة بالعمل الصحي أو بهذا القطاع، بأناشد حضراتكم وبأناشد كل الضيوف من السادة النواب المحترمين اللي بيجوا، في حاجة منسية كده اسمها قانون تنظيم المستشفيات، العمل بالمستشفيات الجامعية. تمام. قانون ده كل مرة أنا أقول الكلام ده لأني مهتم بهذه القضية بشكل شخصي أنا وفريق البرنامج. قانون ده اتعمل سنة 1965 ولحد يمنا بيشتغلوا بيه. من سنة 65 من أيام الرئيس جمال عبد الناصر وهذا القانون بيعملوا بيه، قانون رقم 3300. أنا أأكد لحضرتك معلومة. وعايز أضيف بس نقطة إن من هذا القانون لو حد أراه هيلاقي إن في أعضاء من الاتحاد الاشتراكي. يعني ولحد اللحظة دي بيعملوا بهذا القانون، وفي نفس الوقت مدير المستشفى الجامعي، يعني كل بيشكو من سوء الخدمة في المستشفيات الجامعية. مفيش مستشفيات جامعية. تمام. المدير مستشفيات الجامعة لا يملك إن هو يحط نظام يمشي عليه الدكاترة وأساتذة الجامعة، وبالتالي المسألة يعني من سيء لأسوأ. هضيف لحضرتك معلومة بسيطة بخصوص هذا الموضوع. أنا برضو بأكد لحضرتك مستشفيات الجامعة تعمل بصورة جيدة ولها دور أساسي لعلاج المرضى وخاصة الفقراء. أنا هكلم حضرتك بخصوص مستشفى الجامعة، جامعة قناة السويس عندي في الإسماعيلية، وعندي مستشفى عام. الجزئية اللي سيادتك يعني بأكد عليها إن القوانين دي لازم تتغير، إن بعض الميزانيات من وزارة الصحة بتروح للطوارئ الخاصة بالمستشفيات العامة. مع العلم إن مستشفى الجامعة عندي في قناة السويس في الإسماعيلية بيعمل يوم ويوم، يوم للمستشفى العام ويوم التاني لمستشفى الجامعة للطوارئ. وعندي عجز شديد جدا في أسرة العناية المركزة. الميزانيات بتروح للحكومة أو للمستشفيات العامة، مع العلم أن المستشفى الجامعة ملوش حق أنه ياخد أي حاجات من الميزانية دي، بتقتصر ميزانياته على الإيرادات الداخلة بيه وعلى ميزانيات الجامعة أو الخاصة بالجامعات. ففعلا في تعديل للقانون دون، وإحنا إن شاء الله بإذن الله هندرس هذا القانون ونراجعه تاني. ونأكد لحضرتك المعلومة دي. قانونا هل ممكن انكم تسحب الثقة من وزير محدد؟ طبعا تقدر. يعني ان فشل وزير في تحقيق سياسة في البرنامج بتاعه يسحب الثقة من هذا الوزير. بس في حتة تانية يا شبيه، دلوقتي حضرتك الورق سهل يتغير، البني ادم اللي تحت هو اللي هياخد وقت مننا في التغيير. احنا لازم فاهمين دي كويس. احنا عاملين نتكلم على الورق بس، والبني ادم تحت فيه احباط، فيه ناس مش عايزه تتحرك، وده الوضع اللي احنا الاليات اللي لازم نشتغل عليها كلنا، ولازم نوجد لهم حلول بجد تحت. الدنيا يعني انا مثلا لما اكون حكومه كامله بعتالي 7 مليون جنيه عشان اطور مركز كامل، هيعملوا ايه؟ ده مش هيجي الكوبري اللي هو بيعدي الناس بتشرب شيشه فيه في التجمع الخامس. طيب نروح لفضل.